ما حكم من سب أولياء الله؟ الذي يسب أولياء الله يكون مجرما من المجرمين، لكن هل سب شخصا أنت تعتقده من الأولياء وهو لا يعتقده من الأولياء؟ يعني مثلا ممكن شخص يعتقد أن شخصا ما دجال من الدجاجلة والناس سموه أولياء، فسب هذا الشخص الذي يصلي إلى غير القبلة ويبول على نفسه في الصلاة والناس يعظمونه على أنه ولي كما حدث في بعض البلاد، فيختلف عما إذا سب وليا صالحا من أولياء الله الذين يقيمون كتاب الله وسنة رسوله.